معنا ابو فهد من القصيم. نعم. السلام عليكم. هلا والله، حياك الله فهد. الله يحفظك ويسلمك. الله يطول عمرك. بس على الشيخ عن حاجه. سامي اسمعك، تفضل. طيب، فيه بالنسبه للطلاق فيه ثلاثه مواضع يمكن ما يجوز الطلاق فيها، فما ادري هو يقع الطلاق ولا ما يقع، مثلا اذا كان في الدم او اذا كان في الطهر بالجماع. طيب، هذا فبعض الناس يقولون انه لا يقع، وبعض الناس يقولون لا يجوز ولكنه يقع، فاودي استفسر من الشيخ. تسمع ان شاء الله بعد شوي. شكرا لك يا اخي الكريم. فالح من القصيم سأل عن، يعني يبدو أنه سأله عن الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. يا أخي، إذا طلقت في طلاق بدعي يسأل القاضي في المحكمة أو تسأل الإفتاء في الرياض. نعم. وسأل عن مواضع الطلاق أو نفس الشيء شيخ؟ أقول يسأل القاضي عنده. طيب، في البلد أو يسأل الإفتاء في الرياض.